أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الملائكة على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كذبوا بآيات لا يقولن الذين كفروا بآياتنا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مس أمسته ولقد ذقناه نعماء بعد ضراء أمسته ليقولنك أن لم تكن بينكم وبين ولقد ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء أمسته ليقولنك أن لم تكن ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن مسته ليقول مين مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.